اخبار اليوم. حاضر بس خلاص، شفت الحكايه سهله ازاي؟ حاضر. وكده ينتشر جو من الحب بينك وبين الناس. حاضر. انا ممكن اقول حاجه يا دكتور؟ انا مش دكتور. اسف. طبعا. طب خلي بالك. ايه مشكلتي؟ محدش بيوحشني. محمد سعداوي، بنرحب بيك في بوابة اخبار اليوم، وبنقول لك الف مبروك على الخلطة السحرية للسعادة. ودورك اشتغلت موظف؟ الله يبارك فيك وشرفتونا جدا والله العظيم يا جماعة. كنت موظف مش عارف حاجة، وبعدين اتحول مرتشي علشان يعيش في وسط الصراع العادي. كلمنا اكتر عن الدور. هو المسرح، الدور ده تحديدا في المسرحيه يعني مختلف عن كل الادوار اللي انا لعبتها في حياتي او اشتغلت عليها في حياتي، لان هو يعني حاسس ان انا بخاطب للاسف ناس كتير موجودين في الصاله. يعني بخاطب المتفرج اللي ممكن يبقى قاعد بيتفرج عليا وهو عارف ان هو مرتشي، فانا بوريه قد ايه المفروض يتالم من جواه، وقد ايه هو هيوصل لمرحله من المراحل يبقى زي الشخصيه دي، ان هو مفيش حاجه بتوحشه، ما بيحسش، ما عندوش وقت اصلا لا يفكر ولا يحس ولا يعمل اي حاجه، فبقى اجوف من جوه من كتر ما هو بدا يبقى مرتشي ويبقى زي كل الناس، ويكتشف ان هو ده الطبيعي، ده العادي، هو ما بيعملش حاجه غلط، الناس هنا كلها شبه بعض، شبه كده، ده بيرتشي وده بيرتشي وده بيرتشي، فهو اصبح ماشي في نفس الركب. هي التجربه يعني شبه ايه، ان الممثلين اللي موجودين او السبعه الموجودين المرضى، السبعه مرضى الموجودين مرضى بعدم السعاده دول داخل هذا المكان بيخدموا على بعض. يعني لما حد بيحكي حاجه في حد تاني بيشخص اللي هو بيحكيه، نوع من انواع العلاج النفسي او كذا، ده مخلوط مع رؤيه المخرج في المسرح. فانا كنت بعمل الكاركتر اللي هي بتحكي عن العريس، فهي بتقول مواصفاته طويل عريض مش عارف ايه، مهذب متدين كذا كذا، كل ده كان بيتعمل بشكل مايم، هي بتحكي وانا بعمل مايم، فبيطلع بشكل كوميدي الحمد لله. يعني جاب بيجيب في الصاله مع الناس كوميدي على اساس العرض ما يبقاش برده قاتم قوي، يبقى فيه مساحه، لان الحياه كده، الحياه فيها حزن وفيها ضحك، فيها ممكن انسان يعيط شويه وبعدين يتبسط شويه، فالعرض ما حصل فيه ده، الايقاع فيه تراجيدي، في كوميدي، في حاجات بتشغل عقل، في حاجات بتشغل المشاعر. بصراحه انا المسرح بالنسبه لي عشق، يعني بعشق المسرح، بستمتع وانا جاي امثل. يعني انا مثلا بنعرض الساعه 8، انا باجي الساعه 6 اجهز نفسي، اعيش مع الناس، اعيش مع الخشبه، يعني بستمتع باللحظه دي. هو ده جمال المسرح، مش هتلاقي المتعه دي في اي ميديا تانية، لا سينما ولا فيديو خالص.